ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد ومعكم قناه هيلب ميت وين، ومنصه جديده اليوم هنتكلم عنها وهنكسب من خلال باوس اللي هو التصفح. ومنصتنا اليوم اسمها الباي ايرون دوت كوم. يمكن محدش يتكلم عنها، ولكن خلينا نتناول كل شيء عن هذه المنصه، ولكن فاصل بسيط ونواصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعوده بعد الفاصل. ومنصه الباي ان دوت كوم طبعا هقول لك هنا ان وجيت بيت تو هندفع من خلال التصفح تكسب فلوس، وفي لينك الاحاله الخاص بيك اند بروموت يور ويب سايت، ولكن خلينا في اهم جزئيه وهي الجزء الخاص بالباوس. لو نزلنا الاسفل كده منصه تلاقي ستارت ايرننج توداي، اضغط عليها وبعد كده هنعمل ساين ان وذ جوجل بتاعنا، وبعد كده بقول له الكونفيرم. بدأ بيقول لك success you have success earned $2 for using referral code. طب انا سجلت من لينك احالة احد المواقع او احد تمام القنوات اليوتيوب الاجنبية، وانا سجلت من خلال لينك الاحالة الخاص بيه واداني حوالي $2 وهو في البالانس بتاعي. خلي بالك اللينك الاحالة اللي انا سيبه لك في صندوق الوصف انت كمان هتكسب $2، لان هو بيديك تسجيل من لينك الاحالة هتكسب $2 كده كده بيكونوا موجودين معاك، وده اول جزئية هنعملها. طب بعد ما سجلت بلينك الاحاله، طب احنا عايزين نكسب من هذه المنصه، هنكسب ازاي؟ قال لك انت النظام بتاعك طبعا توتال ايرننج حتى الان مفيش، ولكن انت معاك بالانس $2 من الاحاله، وانت ليك في التاسكات او النظام بتاعك ليك 15 تاسك يومي. طبعا هنا طبعا قال لك ان انت ليك 15 تاسك يوميا على الخطه بتاعتك اللي احنا شغالين عليها اللي هي المجانيه، ومعانا $2. ولو نزلنا الى الاسفل هيقول لك اعمل جوين للتليجرام جروب وتكسب $1، وادينا تعليق على تاس بايوس وتكسب $1 تمام. وده الخانه اللي بعد كده الخاصه بالوزدو. ناخد بالنا من الحاجات دي ممكن نعملها، ولكن خلينا الاول نقول الستارت ايرننج، ابدا اللي انت تكسب فلوس. اول بساطة على كلمه الستارت ايرننج بمنتهى السهوله والبساطه هو بيتصفح المواقع. بصوا يا جماعه بيتصفح المواقع زي ما شايفين اهو، الصفحه الاولى success amount credit، ما تعملش اي حاجه، هي كلكايه واحده بس وهو بيتصفح المواقع. هنقوم نشرب كوبايه شاي عما يخلص 15 موقع بالظبط، وهنشوف كسبنا قد ايه تمام من اول كلكايه عملناها. هنوقف الفيديو وبعد 10 دقائق بالظبط عما نشرب كوبايه الشاي هنشوف وصل لايه بالظبط. الساعه دلوقتي 7:15 دقيقه، وهقول لكم انتهى امتى بالظبط. طبعا بالظبط بعد 3 دقايق بالظبط تمام وخلص ال 15 صفحه على طول، وقال لك انا حاطط لك الفلوس. قبل ما نشوف الفلوس احنا لسه بنتصفح المنصه مع بعض. هنبص هنا قال لك اللي فيه طبعا فتح لي صفحه كده بعد ما خلص الاعلانات، ولو انت بتتابع معايا الفيديو خطوه بخطوه انت هتكسب زي بالظبط. طبعا احنا على الخطه الفري تلي 15 واحد في اليوم، والاعلان الواحد بيه 1 سنت، يعني احنا كسبنا المفروض كسبنا 15 سنت هنتاكد منها، ده بشكل بيكون يومي. يعني انت 15 سنت دول يعني في الشهر ب$4.5، في الشهر ب$4.5، في الاسبوع $1.05 لو انت كل يوم بتاخد الحاجات دي، يعني احنا 4.5 ده نهايتك في المكسب. في خطه ب$50 في السنه اللي هو الكليك كابشن تمام، والتاسك طبعا توتال تاسكس بيبقى 5 تاسكات في اليوم، وكل تاسك بيكون ب 20 سنت وانت هتكسب $2.5 تمام. ده ريفر ايرننج هتكسب من الاحاله، خلي بالك تكسب من الاحاله $2.5، ولكن العضويه المجانيه مفيش مكسب من الاحاله تمام. ناخد بالك من الحاجات دي. وفي $100 في السنه هتكسب، هتعمل 11 تاسك وهتكسب وتاسك ب 20 سنت وهتكسب $5. طبعا في المانث هتكسب $66، يعني التوتال ايرننج هتكسب $792. وبالتالي يا جماعه احنا لا ننصح بالخطط المدفوعه، لان هو ممكن ينصف في اي وقت ما تضمنش، وبالتالي هيكون شغلنا ودعمنا كله للخطه المجانيه تمام، اللي هي قيمتها بال $4.5 مانثلي في الشهر. طيب ده بالنسبه للخطط اللي هي موجوده. في طبعا بيت جبال ده $250 في السنه، ونفس المعدلات هتاخدهم 2160، في $500 هتاخدهم في السنه حوالي 4608. وبالتالي لا 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 طبعا هنشتغل احنا على الخطه المجانيه اللي هي بي اسيستنس، الخطه المجانيه.
طبعا لقينا احنا كسبنا حوالي 15 سنت يا جماعة، اللي هو الخاص بالإعلانات، ومع الاتنين دولار كده أصبح معانا 2 دولار و15 سنت. طبعا ولكن خلينا نعمل جوين على التليجرام الأول كده، مش هديله على تاست بايلوت إلا لما أكون متأكد منه. خلينا نفتح التليجرام بتاعنا ونحصل على 1 دولار الخاص بالتليجرام ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا لو جينا بعد كده نقول مثلا جوين تليجرام، هنقول له جيت 1 دولار، اضغط عليها ونشوف كده هيعمل ايه معانا. قال لك جيت 1 دولار باي جوينج او تليجرام جروب، مفيش ادنى مشكله. بعد كده هبتدي اقول لوج ان، هبدا يفتح لي التليجرام الخاص بالديسك توب، بقول له اكسبت. بعد كده جوين تليجرام، ابتدي اقول له جوين جروب، هلاقي الناس بتتكلم وفي ناس بتسال على مصداقيه هذه المنصه، ان لسه بنشوف المنصه صادقه ولا كاذبه. تمام، احنا كده خلصنا. تمام، وبعد كده اقول له فيرفاي، اتاكد لي ان انا سجلت. يو هاف ايرند 1 دولار فور جوينينج تليجرام، كده الدنيا بتكون تمام. هنقفل التليجرام وكده احنا كده خلصنا تليجرام. يبقى احنا كده حصلنا على الهديه وهنشوف رصيدنا دلوقتي. اصبح معانا حوالي بالانس 3 دولار و15 سنت. نيجي بعد كده لإثبات السحب. طبعا عايزين نسحب من المنصة، هنشوف دي بيضحكوا علينا ولا وضعهم بيكون ايه. فطبعا هتجه للاسم بتاعنا احنا مسجلين بيه على المنصة، وابتدي اضغط على كلمة الوزدرو اللي هو السحب. طبعا ال2 دولار من لينك الحالة اللي انا سجلت بيه من احد قنوات اليوتيوب الاجنبية. تمام، وطبعا والمهمة الخاصة بالتليجرام اللي احنا عملناها مع بعض كانت ب1 دولار، واحنا في اليوم الثاني انا خدت 15 سنت في اليوم الاولاني و15 سنت في اليوم الثاني، اصبح معايا 3 دولار و30. هنسحبهم كلهم ولا ايه؟ ولا يعني الحالة هيقول لك مش هنسحبها اللي هو ال2 دولار. تعال نشوف الدنيا فيها ايه. هنيجي هنا هنقول الاد ادرس، هنضيف ادرس هنا، والبيمنت هنا هنقول انا عايز البير. في طبعا اليو اس دي تي والترون وسيريوم وبيتكوين وبير وبيرفكت ماني. اعتقد افضل 2 وهو البير والبيرفكت ماني. ليه؟ نسبة الفي اقل ما يكون. هاجي هنا عايز الادرس، مفيش كليك يمين ولا ايه؟ مفيش كليك يمين هنا خالص. هنيجي هنا الادرس، هنقول بي 106، نحفظ الدنيا كده نشوف فيها ايه. بعد كده بنضغط على كلمة سند او تي بي، قالك بعتنا لك على الايميل اللي انت مسجل بيه عندنا. وتعالوا مع بعض كده نفتح الايميل ونشوف الاو تي بي، ناخد الكود ده كليك يمين وهنشوف هيقبله ولا لا. كليك يمين مش شغال خالص، يعني كليك يمين في المنصة دي مش شغال. فخلينا نحفظ 885. بعد كده هقول له اد ادرس، ضفنا ادرس، ادرس ادرس سكسسفولي، يبقى احنا كده ضفنا الادرس نقدر نسحب عليه. هنا بقول لك سيلكت ميثود، هنقول البير اللي احنا مسجلين بيها. هتشيك على نفس العنوان ده، اتاكد منه الاول 780 366 2601 2601، كده الحساب بتاعنا بيكون مظبوط. خلي بالك ان نسبه الترانزكشنز فيه يو اس تي بياخد منك 2 دولار 58 سنت كده عافينا، الترون بياخد منك 2 دولار 58، يو اس تي بياخد منك 8 دولار، ده نسبة الفي. الاسلام بياخد منك 10 دولار و62، يعني بيقول لك ابعد عن الحاجات اللي فوق دي كلها. البيتكوين طبعا اعلى نسبة فيه 24 دولار 49 سنت، ولكن 1% هو البي وبيرفكت ماني، ودول هم الافضل. هاجي هنا بقول لك ضيف الكمية اللي انت عايزها، هقول له 3 دولار و30 سنت. خلي بالك هنا الفي يعني 3 سنت، هتستقبل 3 دولار 27 سنت. يعني هل معقولة اللينك الحالة اللي انا سجلت بيه هيديني 2 دولار فعلا؟ هنشوف. هو كده مديني ال2 دولار فعلا، ولكن اثبات السحب هو اهم شيء في هذه المنصة. بضغط على كلمة الكونفيرم ديتيلز، قالك مينيمم ويزدرابل اماونت از 20 دولار، لازم يكون معاك 20 دولار عشان تسحب تمام من هذه المنصة على البير. وبالتالي يا جماعة هنأجل موضوع السحب حتى يتم الوصول الى 20 دولار. تمام، وبالتالي هنستنى شوية. طبعا اللي هيحب يشتغل يشتغل ويجمع فلوس لحد ما نصل الى 20 دولار، واللي عايز يستنى اثبات السحب يا جماعه هيستنى معانا اثبات السحب.
تمام، وبعد كده يبتدي ان هو يشتغل. دي الناس بتحب انها تكون مطمنة، الناس بتحب تجازف، يلا اشتغلوا. اوعى اوعى تاني وتالت وخامس تعمل تمام اي خطة بتكون مدفوعة في هذه المنصة. اوعى تعمل اي خطة بتكون مدفوعة في هذه المنصة. انا لا اضمن هذه المنصة حتى هذه اللحظة، وبالتالي فلوسك ممكن تضيع عليك. قناتنا تدعم الطرق المجانية للربح من الانترنت، لا تدعم اي دفع فلوس لاي شخص او وسيط. طبعا اتمنى اكون وضحت لك كل شيء. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.